هل أعجبك العرس؟ أقشطة؟ ده أنت اللي قشطة. بقول لك إيه؟ أبغى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات أكون عارف. قشطة يا جون. قشطة يا شجرة. قوم. أنا رجليا وجعتني قوي يا شجرة، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب إيه؟ دي تنصيبة سودة اللي أنا فيها دي. أنا رجليا دابت من الوقفة، والشمس عمالة كل ما تنقح أزيد، كل ما بعد عنك الشعب يطلع ريحة وعطم أجارك الله، كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد. انتظر دقائق. دقائق وبعدين أموت ولا أقعد على الكرسي؟ لمبي قشطة. قشطة قشطة، مع إنها مش هتستحمل في العطانة اللي إحنا فيها دي، هتسيح في لحظة. هتموتوني ولا ايه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مذله. اركع يا لمبي. شجرة عيب الناس والرجالة كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي، سامحنا يا رب. السلطان اللمبي. عاش السلطان اللمبي. عاش السلطان اللمبي. عاش السلطان اللمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي اللمبي. الله يبارك فيكي يا رب بحق جاه النبي. يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله. ان شاء الله مش بشتر خير، انا مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان. نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم. فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا. الشعب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليله دخلتي وكلكوا حضرتوا في قلب صوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين، ها، وقاعده وحجرين والصباحه وهي ترقص وكده. يعني بقى ليله الدخله بقى انتوا عارفين انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سخرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر، ام الدنيا، حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان اللمبي. عاش السلطان اللمبي. عاش السلطان اللمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخله قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر. لويس. نعم؟ لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر. لويس. يا عم هو كل شويه يغير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. ايوه. قلت بقى لويس ده، لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط. نسيب لهم الايه؟ الساحة مفتوحة. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ المنصورة. المنصورة هيخش على المنصورة؟ كويس، احنا هنفضله الشوارع ونفضله الحواري ونفضله البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضة مقشرة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي؟ انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجالة وانا ايه؟ ايه يا بنت؟ المقسوم موجود يطلعنا الوقت ورقة واحدة وخلص. الله،
وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلي بالزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حلة جزم، شربات، ايدهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجيلنا مسافة السكة يخش يحرر المنصورة ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني ومئة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش سلطان البلاد! عاش سلطان البلاد! عاش الجيش المصري! عاش الجيش المصري! عاش السلطان الليمبي! عاش السلطان الليمبي! زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تتظبط. ها، والايام ايها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحريه، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، اما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبره لكل من يعتمر. هيا يا العمل، انتشروا بقى. يلا بطيانة يا عم. طب هو لا اله الا الله يا عم، طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ ايش الشعب الغلس ده؟ بطيانة انت هو لا ما يلا يا ابن انت هو يا ولاد يلا يلا انت هو يلا يلا بقى. يعني بعد ما قتلت لك قمر الدين تروح تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خسارة يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعة ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزة تبعديها عني؟ وانت فاكرة انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته. ده مش عارف اي حاجة. ده بيقولك لويس والخميس وبوليس وإدري. مولاتي شجرة الرز ترضى على نفسيها إنها تتهزق قدام شعبها ويقولك عادي هنا ما تتكلميش؟ ها؟ والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا إزاي يا مولاتي؟ إزاي؟ يا طربال، أنت عندك مشاكل كتير قوي. أنت خرقت عين حمامة وماشي في كل حتة يقول أنت فين يا زينات، أنت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. أنا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف الزوج الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه مهدياته وبلاش كروتة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداربوه على دناءتكم. يلا برا برا يا زلمة برا. ايه يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاثنين عرش واحد دقيته عندي وعندك. يا شجره احد مولاي السلطان، إن قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين.
سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق طيب قشطة. ايه فستان. الفستان الفستان يا معاذ، بفكرك عايز الفستان تلاقيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ هذا قرف. صفوا لي عمنا، ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مداليم؟ بس يعني انا اهو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم الحكم الحكم، واديني قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. عاطل قاعد عاطل. ذكروني و يا اهل مصر طيبين. انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين، انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين. اللهم حصلك، اللهم فشل، اللهم فشل. انت دار جايين، انت دار، انت دار. خلي بالكم الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. الحرب يا مصريين. وبعدين في العطل اللي الواحد فيها دي، من دولك الحكام بيتعبوا وبيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو، ولا في اي حاجه خالص. مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلم ودخلوه. نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم، مين انت؟ عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار. مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ اقعد مكانك. انت ايه، في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر مليان جواسيس. ايوه. لا ما تخافش، ده كومبارس لنا معانا. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى بحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف، اجد وهريسه. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك، وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز ما دام ظهرت لي، ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ انت واخد البلد ورايح على فين؟ لا، لان بتكتك تكتكه للبلد رايح على فين؟ هذا راح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله، ما تقلقش. اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا، احنا فعلا ما قدامناش وقت، لازم نتصرف باقصى سرعه جدا، ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم. يومين ايه؟ ثلاثه ولا ايه؟ ولا ثلاثه. ليه، وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمه لسانك. اسمع يا لمبي. ايوه. إيه انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري. من ظهرك ما انا شايفه. انت هتعمل اللي فيها بلطجي. كمل. ها، في بنت هنا من الجواري. ايوه. بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده، وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا؟ هي الوريثه الشرعيه. ايوه. اشاعه سمعتها من سنين، وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي. انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت راقصه عماله ترقص، وكنت عماله اقول لها ايه؟ يا بنت دي ايه؟ دبانه ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسه. ايوه. دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي؟ مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب والأنسة الأميرة شجرة الرز دي هعمل فيها إيه؟ أحشيها في صباع محشي وأظبطها ولا أعمل إيه؟ شجرة رز إيه؟ وأنت ما بتفهمش أي حاجة؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في إيديها.
ايوه يعني ايه الكلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش. يعني ايه والنبي؟ يعني هي البت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءه. ايوه خلاص، يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابله كده وفي السكرت، ها نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوه عشان نظبط بقى الهود. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه اسمع. ايوه المهم هنسمع اهو. اسمع يا عم. ما خلاص واسمع. اسمع ما تقول، اسمع لما اقول لك. قول لي. اسمعني كويس. ليه اتفضل. انا حاربت مقابله بينك وبين البنت دي. خلاص على خير الله. اذا كده اركان العمليه كلها اكتملت، ولازم يكون في سريه تامه، وانا اطلع على طول واروح مبلغ شجره الرز باللي حصل عشان انا الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا امير طربال؟ وهي الاخبار في المحروسه بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال ايه؟ يقول لك ده اخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبه، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروسه عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغايه اللحظه المناسبه يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هم بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضياء انت، ده انا المملوك هضبه والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان اقطع له راسه، وطبعا بمساعده رجالتي وحبايب. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راس ونقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مسألة السلخ دي سيبوها علي انا. انا هعرف ازاي اكسر سمه واخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الامير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكو يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا طردنا صح؟ طيب يا ليه هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك سخي يا أمير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أوامر. أخيرا لقينا لوحدنا. أنا عمال أشاور لك وألف حواليك وأقول لك الدبانة اللي في كتفك دي الدبانة صح؟ طب بص بقى المفاجأة، أنا حواليك حاجة عشان تعرفي إن إحنا الاتنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلعي الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلعي، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين؟ اتكلمي تاني كده؟ انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي. بس انا عرفتك. ايه انت محروس. محروس؟ يا ست محروس مين؟ انا اللمبي. انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقولك ايه، عايز اسالك سؤال. هو انت الامير زينات حكمه العرش اللي هتقعد المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثه الشرعيه. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانه يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا اللمبي. لمبي. الله يخرب بيت ام محروس. طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده.
نام النار. هي الدبانة دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانة بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكة مصر؟ حظك يا مصر، حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانيه اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت ايه؟ بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك، هساعدك عشان خاطر تمسكي العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مورطيني في جريمه كده تربان وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. انا جاي بالمفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هارسه ده واخد بعضه وامشي على السيده زينب. انا تعبت، عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حزب البلكونه هتبط. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ورا. بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية، الأمن والأمان. يعني ايش حرية؟ حلاوة طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لانك انت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى ايه الوضع. وانا النهاردة جاي اكشف لكم عن الحنوضة اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة، واحكي لكم قصة قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتوا طيبين. لمبي اسكتي يا ايتها الشنطاء. عاش السلطان لمبي. اسكتي ولا تتفرغ فاخي بالكلمة. ايها الشعب، لقدت له طربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت له ان يقتل عمر الدين كل سنة وهو طيب، فقد طعنه طعنة ويا لها من طعنة، ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناسور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يؤكل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحب، وليكوا شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحب. اقتلوا الليمبي الخان. اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كده، ما تصدقوش ده كداب، والمصحف ده كداب انت. والله ده كداب، ما تصدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه، والنبي انا من القلعه والسيده زينب، بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب الناسور برضه. انا ويا واحد
الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب الله يخرب بيتك على خرب بيت الكند. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا اللمبي، صدقوا اللمبي، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه جري ده اخيرا ظهر الحق. عشر امين لمبي، عشر امين لمبي، عشر امين لمبي. ودوه على القبر هناك، دخلت من هنا في الشد، اضربها بالمبقاه، حطوه في الثلاجه. عشر امين لمبي. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامه. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ انا اهو يا حمامه. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين زينات؟ فين؟ زينات انا هنا يا حمامه. هي وحلاوتها هي. امال فين فين لمبي؟ ما انا اهو، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا لمبي؟ انا اهو يا حمامه. بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين؟ حاضر. التتار جايين يا لمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا لمبي. حاضر، ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا لمبي. يا عم خلاص عرفت يا عم ده الحرب. يا عم الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثه عرفت التتار. الله يخرب بيت ام التتار عليهم. التتار جايين يا لمبي. هو يا اخي ده الموت ده خلاص بقى. ده انت سعيد قوي زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار كفايه يا لمبي. قول لهم بس خلاص انا هقولهم. تعال التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ابو حبيبي يا عم انزل وداعنا ناقصه خانقه هتقول لي اوه خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش، والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال، الحاجة زينات علوي. عاشت الأميرة زينات علوي. عاشت الأميرة زينات علوي. عاشت الأميرة زينات. يحيى الأميرة زينات. يحيى الأميرة زينات. يحيى الأميرة زينات. يحيى الأميرة زينات. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى اقتلوا يا جدعان الراجل ده، والمصحف هو ده اللي شاور مع البلاد. يلا قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأة. في حرب فجأة؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي. خش عليهم على طول اذا في حرب فجأة. لا قول انت قول. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. طب قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلوا. تقدموا الى الجهاد، الى السنديده. اطلع اقعد فوق. يلا سندباد ايه احنا ايه؟ فاتحين كارت الاسبستون؟ لمبي نهل امين. لمبي عم هريسة. لمبي حبيبي عم هريسة. التتار على الابواب. يا عم ما انت هتخنون انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. ايوه ضعف، ومعنى كده اني اجلي ايوه قرب يقترب. يا الف بركه تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعالى عاوز اموت في القصر. تعالى هموتك موت عسل. تعالى عاوز اموت في اي حته. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يحيى شهيد. تحيا شهيد. عاشت مصر حره مش احنا. يلا يلا يا رب يلا اخليني شويه يا بنتي. يلا بقى. كانت سايله قوي. الله ايه يا بنت الغلاسه اللي انت فيها دي؟